الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو سمينا اللي لاح على المغرب اللي تصرف تصرف عريان وثاني تصرف تصرف عليا راح يتلاح على طابلة بس الناس داروا خدمة نظيفة صوروا جابوا بعد وانه كاينة صورة ما قدرش نسجلها للأسف وين جاو لي هذاك الريسكيو قال له انت شكون اسكو انت معروف جلسوا الاكس ما قدرتش نسجلها قالوا انت شكون ولكن تسيبوها على موقع الميديترانيا 24 تجدوها تجدوا هذا الصورة على موقع الميديترانيا 24 وين يقولوا انت شكون نحطوها غدوة بإذن الله طب ما هيش من الله غدوة ديرو هذا كده عريان اللي تشبكها هذا بقى ألجيريا قدامه وهو هنا نهار بقال وهو في الأرض وهو هناك اللي جبد الفاري تاع ريفيبي الصحراوي وحطها على آخر ريسكي وكان يشكر فيه هذاك سيخونا اللي طردوا لي عاوزوا نمو في الكاروس شكون هذا يا زلمة الناس تعرفوا شكون هذا هذا اسمه عبد النور خليفي هذا اسمه عبد النور خليفي هذا اللي ظهر كما قلت لكم مع المغربي اللي حب ينحي هذاك الريسكيور ينحي له البلاكه تاعه هذا عبد النور خليفي يخدم في وزارة الخارجية في مديرية افريقيا ديريكسيون افريقيا لان كل قارة فيها مديرية يخدم في لا ديريكسيون افريقيا عند الدبلوماسي هذا صحابه ناس يخدموا معاه بالوالي يقولوا هذا معروف بنزعته العدوانية والراجل تشوف كشمين وكذا مداير ما يعرفش يستعمل لسانه ما يسعر الدبلوماسية كنرنو يستعمل القوة هذا هو الشيء يستعمل القوة وهذا عنده كل ميزة العريان فوي اللي يستعمل العنف باش يوصل للأهداف ديالو أنا السي عبد النور خليفي ناس يعرفوه يقولوا ما عنده حتى كفاءة دبلوماسية ما عنده حتى كفاءة دبلوماسية ومخدمينه لأنه ما عنده حتى مستوى دراسي اللي يسمح له باش يكون ليه على بروف كيفاش تشبك الدار يقول ما عنده حتى مستوى دبلوماسي مستوى تعليم جاي من البلاصة هذيك بالشتاء سمعت وبالانبطاح ويجيبوه معاهم بعد مسين بوكو بلوس يقول لك باش زعما يحميهم سي جامي ما يقدروش معاهم دي كارت كور دونك يدو هدايا باش عينو هذا من فوق ما يحطوش معاهم في الاجتماع ولكن ها هو من يوصل للعكش بان جزيرة فوايو تاع الصح الناس قعدوا داهشين قعدوا داهشين لأنه كما قلت صح هذاك المغربي يعني الأصدقاء بغاتنا يقول لك يعني أساء للمغرب وأكيد راح يعاقبوه في وزارة الخارجية وما هوش دبلوماسي على حساب
تصرف تصرف واحد يصور غافو الحال نورمالمون تخلي يجيو يطردو لانو طردوهم بعد هذاك الريسكيور لانو مش كل منين جا كيما قلنا هذيك المرة لولا حضور هذاك الريسكيور كانت نور وشكون دخلو انا دخلوا لي فوي واش تزور جواز من سفر جزائري جواز كوماس اطيحوا بالجواز الجزائري لهالدرجة لأنكم ما عندكم قوة لتقدروا تفرضوا أرواحكم وتفرضوا أفكاركم وتفرضوا الناس اللي تابعينكم بالدبلوماسية بالتزوير بالكذب تفرضوا لأنكم طيحتوا الجزائر وزدتوا في طوكيو طيحتوها لتحت خلاص ظهرت بنت مصورين وزادي فرودور تزوروا في الانتخابات تزوروا حتى في جوازات السفر باش تعطوها البراني ولادها ما يديوش جواز السفر يجو تعطوه البراني اللي ما يسهلش يردو وانا نف ربي يقدر خير بلادنا ربي بعد عليها ولد الحرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.